في التدعيمات اللي ممكن النادي الاهلي يدعمها، هل يعود الى حرسه القديم ولا يفكر في وجوه جديده؟ العوده مستحيله. العوده مستحيله؟ مستحيله. بس خلي بالك انت بتتكلم في عبد القادر اعاره، بتتكلم في ديانج ايضا اعاره، شريف عقده انتهى مع نادي الخليج. انا ليه بقول مستحيله؟ لانه كولر هو اللي رفضهم وطلب ان هم يغادروا. مش هم بس، يعني القائمه كبيره اللي عايز يغير فيها كولر. فانت لما تسترجع لعيب يعني هو مش مقتنع بيه بقى مش هيلعبه. ايوه. مش هديله فرصه. طب انا بقى انا ما خليني انا مع اللي موجود. ايوه. وبعدين اللي موجود مش وحش على طبعًا فكره. طبعا طبعا. لما اتكلم على اكرم اضافه في خط الوسط، مروان لعيب خط وسط، هاي الكوكا موجود ممكن يقوم بالدور، بالاضافه الى صناع اللعب عاشور وقفشه، يعني احنا ما عندناش مشكله. احنا عايزين نجود. عايزين نحسن. عايزين نقوى. عشان احنا رايحين على مستوى اعلى. وبالتالي لابد ان احنا ندعم، لكن هل التدعيم ده يعني سهل الحصول عليه؟ يعني انت هتروح تجيب من 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 الشانزليزيه، ولا هتجيب من البرازيل لعيب من الباترينا وتجيبه وتيجي؟ مش هتقدر، يعني حاجه مش مضمونه، خصوصا ان احنا في منتصف موسم، يعني احنا مش في نهايه الموسم. والتعاقدات والاتفاق والتفاوض بيحتاج وقت طويل جدا. انا شايف الاضمن اللي ممسوك في العصافير اللي في ايدك حلو موجودة، أنا أمسك فيها وأحسنها وأطورها. طيب خلينا نكون أمنا ونتكلم بوضوح شديد جدا. تمام. جمهور الأهلي كل قلقه على الناحية الهجومية، يعني أسامة أبو علي لا خلاف. أوكي. خلاص الناس سعيدة جدا بمستوى طاهر الفترة الأخيرة، حسين الشحات بسم الله ما شاء الله أيضا بشكل جيد، إمام بيروح ويجي لكن ما فيش خلاف على جودته. أنا بتكلم على التلت الهجومي دلوقتي، فبضم إمام للتلت الهجومي. بتتكلم على رضا سليم، بتتكلم على بيرسي تاو، بتتكلم على كهربا. هذا السداسي الهجومي اللي هو وسام، الشحات، طاهر، بيرسي، كهربا، وراهم امام وقفشه، هو دي القصه اللي جمال النادي الاهلي دائما وابدا بتتكلم فيها. يقول لك ديفنسنا كويس، حراسنا بسم الله ما شاء الله جيدين، وسط ملعبنا سواء كان مروان او اكرم او كوكا او اي حد ما شاء الله بيلعب، هم ما عندهمش مشاكل في ده. هل حضرتك متفق معايا في ده ولا كلامي حضرتك طبعا انت فني ادي 10000 مره؟ لا متفق معاك طبعا. نعم. وعندنا حلول كتيره. يلا. لكن احنا عندنا تخوف. حلو. والحرص لابد ان يكون موجود. تخوف من ايه؟ زي ما احنا مرينا بيه في الظروف اللي فاتت دي. وسام. نعم. مش مصاب؟ كان مصاب. الحل ايه؟ مفيش حل تاني. في نص حل، ان انا اجيب طاهر احط راس حربه، ان انا اجيب تاو احط راس حربه، ان انا اجيب الشحات اجيب كهربا ومش في الفورمه. فما فيش يعني بديل. طيب اذا اوجدنا البديل السوبر، وسام سليم وفي احسن حالاته، هل هتغير طريقه اللعب؟ ده سؤال. اذا كان المدرب طوال سنتين فاتوا وهو بيلعب بثلاثي في المقدمه، جناحين وراس حربه، انه بيلعب باثنين روس حربه بتبقى امر يعني طارئ، نادر الحدوث. وعندما يكون الفريق في مأزق ومحتاج لكثافه عدديه، فبيدفع بلاعيبه من نص الملعب لمركز راس الحربه. لكن قناعاته هو كمدرب واضح ان هو مؤمن تماما بطريقه 4-3-3. بغض النظر عن تشكيل الثلاثه اللي في نص الملعب ازاي، 4-3-1 4-1 مش عارف ايه. بغض النظر عن انه ساعات بيدي حريه للشحات ان هو يخش ثاني او طاهر يخش ثاني، لكن انت لو جبت راس حربه وظيفته راس حربه، هل هيلعب باثنين راسين حربه ولا انت هتضحي بوسام تخليه بقى ستاند باي بره؟ يبقى انت ما عملتش جديد. يبقى انت شلت اساسي وجبت اساسي. إذا كنت هتجيب راس حربة تاني يبقى لابد إنك أنت تفكر في حل من اتنين. يا تلعب باتنين راس حربة. وبطلت شوية في العالم كله. أكيد. ده تلعب باتنين راسين حربة. يا تلعب بواحد نص. يعني واحد إيه؟ يعني واحد تحت واحد. اتنين راسين حربة. طب قولها لي بالأسماء كده. يعني تلعب مين مثلا؟ بمروان وتحتيه مين؟ أو أكرم وتحتيه مين؟ أو إمام يعني؟ وسام ده رقم واحد. خلاص تمام. ما عندكش حل تاني. ماشي.
اللي تحته مين بقى؟ ايوه ممكن تجيب راس حربه. انا بحسب حضرتك بتتكلم عن نص الملعب، انت بتتكلم على الاثنين اللي قدام. بتكلم على الاثنين اللي قدام. يعني واحد 9 واحد 10. لو جبنا راس حربه ما نجيبش بقى راس حربه واضح. احنا هنجيب راس حربه ممكن يلعب نص متقدم. يعني ايه؟ يقدر يخش ويرجع عشان طريقه اللعب. او انك انت كمدرب تغير قناعتك. غير طريقه اللعب. من الصعب ان كولر يغير قناعته. فمن الصعب. انا بسالك انت لان حضرتك عشرته سنتين كاملين. لا هو طول الفتره اللي فاتت يعني ما لم يحدث ان هو دفع باثنين روس حرب. اللهم مع فيما نضر زي ما حضرتك قلت يعني. فيما يعني لما نكون بقى المباراه مخنوقه مش عارفين نجيب جول، في تقتل، في كذا، ممكن ساعتها يدي حريه للاعب في نص في راس حربه يوصل لقدام. لكن عامه يعني المشكلة مش في راس الحربة، المشكلة لو أصيب وسام. هي دي المشكلة اللي عندنا. لكن التدعيم، التدعيم يبقى تكلمني بقى على قلب الدفاع من ورا، لأن احنا دلوقتي عندنا اثنين ياسر ورامي، بس معاك أشرف داري مش شايفينه. ما عشان كان مصاب، لكن ده جاي من بريست الفرنسي ومنتخب المغرب. لازم يعمل ايه في الفترة اللي جاية؟ يبدأ ياخد. يبدأ يلعب. تمام. إذا كان سليم وجاهز يبدأ يديله. ممكن ما يكونش أول ماتش 100%، يكون 60 50 يديله لغاية ما يظهر معدنه اللي إحنا جبناه وشفناه عليه. تمام. ما إحنا جبناه ليه؟ جبناه عشان هو لعيب كويس. لعيب منتخب مغرب وبيلعب في الدوري الفرنسي. لابد إنك أنت تديله فرصة طالما إنك أنت شايفه سليم. الانديه دلوقتي يا كابتن احمد لما بتتعاقد مع لعيب النهارده بكره بيلعب. مش محتاج طبعًا. فتره 48 ساعه بيلعب طبعا. ما عادتش موجوده نقول اصلهم مش متجانس على ما يتاقلم. احنا على فكره اسم كلمه مش متجانس دي حجه البليد. زي زمان كان عندنا اقول لك ايه، حمى البدايه بتاخد لها ربع ساعه وتلاقي فرقه بتجيب جون بعد 30 ثانيه. ما فيش اسمها حمى البدايه يعني. دخل في الفرقه خلاص. دخل في النسيج. ما عادش في حاجه اسمها انا اجيب لعيب وانزله بالتدريج. ما عادش في تدريج. انا دافع فيك مبلغ وقدره. مزبوط. انزل يا سيدي اشتغل. انزل ورينا امكانياتك. الكوره مش لوغاريتمات، الكوره مش صعبه. لما اجيب راس حربه اقول له العب تاني راس